استلمناه من هياكل وهياكل الدعم. I'm your third grade teacher, and I'm so excited to meet you and have you in my class this year. This year we're going to have a fabulous year full of fun and learning. نعم نترجمكم باللغة العربية باش تفهموني. أنا أستاذة شوية هاجر، أستاذة اللغة الإنجليزية. Repeat after me. We have, I'm right, we have to keep. ايضا في التعطيل الاداري عندنا ما يفوق 500 يعني و50 اطار وعامل اللي استفدنا به لتاطير ابنائنا. في جانب اخر في اطار تحسين ظروف التمدرس، وانتم معنا اليوم في المناطق النائيه ومدارس ساخنه لابنائنا. ايضا في مجال النقل المدرسي يعني خدينا كل الترتيبات حتى كل الخطوط يعني تم تغطيها اما عن طريق الكراء واما باغلفه ماليه. وهنا التوفيق لابنائنا، نتمنى ان تكون السنه الدراسيه مكلله بالنجاحات وبترقيه وتحسين المستوى، وكل الظروف معنا وضحت لاساتذه.